مرحبا، أنا هنيدة أبو خليل، مانجر عيادات سيلاستا. رح نعرض لكم شوية حلقات ما بين الحقيقة والخيال عشان نصلح لكم معلوماتكم الغلط عن عالم التجميل. الناس لما بتفكر بإبر فيلر الشفايف هيك بيفكروا، هي أبداً مو هيك. عشان توصلي لهيك بدك فوق الثلاث أربع إبر فيلر. عشان هيك أنا هقولك ليش الفيلر. الفيلر عشان يعطيك بلومبينج للشفة ويعطيها لون وردي حلو، ولو في تجاعيد يفردها. نشوفكم بحلقة جديدة ما بين الحقيقة والخيال.